باختصار هو راس حربة عارف كويس قوي مبادئ راس الحربة الصريح وبيعرف يتحرك ازاي. يعني طبعا الكلام ده كله الناس بتتعلمه في اوروبا من الناشئين، ده يعني للاسف احنا في الناشئين عندنا ما بيتعلموش القصه دي، ان هو المهاجم الصريح لازم الستارت اب بوزيشن بتاعه يبقى في انهي، يبقى يعني يختار المكان الصح ازاي ويتحرك على اليمين ولا على الشمال. فكل الكلام ده باين قوي ان هو متعلم كويس في البدايه هنا. بص عارف ازاي يبعد نفسه عن المدافع عشان يسيب مسافه ان الباصه تعرف تجيله مظبوطه، واستلم برجليه الشمال وعرف يروض الكره انها ما تجريش منه ازاي برجليه الشمال الضعيفه. وبعد كده دايما بيشوط، هتلاقيه دايما بيشوط في الزاويه الضيقه، لان هي يعني باختصار ان هي اقصر مسافه ممكن يعرف يخدع فيها حارس المرمى. وعندك هنا في الكره الثانيه يعني عنده مهاره مقبوله جدا في جوه ال 18، وبيعرف برده يشوط برجليه الشمال وبرده شاطها في الضيقه دايما، يعني اغلبيه شوطاته دايما بتبقى في الضيقه يعني. وفي اخر حاجه بقى خالص هو يعني جاب جون برجليه اليمين وجاب جون برجليه الشمال.